الزملاء والزميلات، شكرا على المتابعة والمواكبة ديال هذه المحطة التعبوية التي ترتبط بمبادرة مدنية حقوقية التفت حولها واحد العدد ديال تنظيمات المجتمع المدني وبعض الفعاليات الحقوقية من ضمنها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان. هذا اللقاء التعبوي الذي ينعقد بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالقنيطرة يأتي للتعبئة حول واحد البرنامج نضالي وترافعي حددناه ورسمناه بناء على الموقف التضامني مع المناضل الفاعل الجمعوي والإعلامي المواطن هشام بطال الذي تعرض لانتهاك حق من حقوقه القانونية والدستورية اللي تتكفلها للضمان الدستوري ديال 1 يوليو 2011 ولا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات صلة بالحقوق الاجتماعية والحقوق الاقتصادية ذات صلة بوثائق إدارية. تعرض لتصرفات مهينة من طرف السيدة نائبة رئيس المجلس البلدي المكلفة بقطاع التعمير من امتهان لكرامته، من انتظار لساعات، من سوء المعاملة. اعتبرنا في البداية أمرا عاديا. هناك بعض المسؤولين يتميزون بالمزاجية وبعدم القدرة على الإنصات ولم يستوعبوا بعد المنطق ديال القرب مع المواطنين والمواطنات. طلعت واحد المادة خبرية حول ما حصل لنفاجأ ب واحد نقطة إعلامية فيها واحد 3 أو 4 ديال الصفحات أعتقد في الفيسبوك تعميم هذه السيدة أن هناك ابتزازا وأن هناك أجندات وأن هذا المواطن داخل في واحد العدد ديال الأجندات. نعرف جيدا والشهادات ديال هذا الاجتماع على الأقل ديال هذا الجمع العام على الأقل واحد 5 أو 6 ديال المداخلات أشارت إلى القيم المهنية والنضالية والبدائية والنزاهة وواحد العدد ديال المواقف اللي تيتميز بها الأخ هشام. أخ هشام مناضل صديق عزيز من خارط واحد العدد ديال الديناميات على مستوى القنيطرة لا جمعوية ولا إعلامية ولا حقوقية. اعتبرناها تصريحات ديال هذه السيدة تصريحات غير مقبولة غير مفهومة ولا مبررة، وبالتالي كان مطالبا من المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ومن الجمعيات على مستوى القنيطرة أن تعلن على واحد العدد ديال المواقف. أصدرت بيانات غدا الثلاث عندنا وقفة أمام بنا بلدية القنيطرة لإعلان التضامن ولتجديده مع الأخ هشام بطان وللمطالبة أيضا بوقف انتهاء الكرامة ديال المواطنين والمواطنات والسواسية ديال الجميع أمام المرفق العمومي ومن أجل تطبيق القانون ومن أجل تصدي وفضح كافة انتهاكات الممارسة بقطاع التعمير والبناء بالقنيطرة. الوقفة تجدي من واحد البرنامج آخر اللي فيه ندوة عمومية في القنيطرة حول الخروقات ذات صلة بالتعمير والبناء وأيضا ندوة صحفية بعد تشكيل هذه اللجنة ديال المتابعة اللي فيها هذا الائتلاف الحقوقي والمدني الموسع للجنة اللي غادا ترصد الخروقات ديال التعمير وغادا تعرضها في واحد الندوة صحفية. أيضا كاين واحد العدد ديال الخطوات سنتخذها بشكل جماعي على ضوء المتابعة ديال التطورات ديال هذا الملف. المجتمع المدني أنا عندي 4 ديال النقاط غنهضر فيهم 3 أو 4 نقاط. النقطة الأولى هي صحيح الإمضاء. هذا صحيح الإمضاء كيكون مع رئيس القسم. صحيح الإمضاء كيصور الموظف اللي كيكون كيدير صحيح الإمضاء، هذا كيشكل القاع كامل في صحيح الإمضاء. هذه نقطة خصنا يعني الإخوان المجلس البلدي هذه الموجهة للرئيس على الأقل خص يكون تفويضات، لأن ما يمكنش باش السيد يجي ينتظر صحيح الإمضاء يقول له مكانش إلا كاينش. ثانيا النقطة الأساسية هو المصالح. أخت فاطمة العزري كنعرفوها هي بكري وهذا العمل ديالهم في البناء والتبنية، يعني كيبيعوا مواد البناء والمشاريع. واش يمكن تضارب المصالح؟ القانون 64 واضح، السيدة تكون مسؤولة على قسم وهي غتعمل في الميدان فين؟ هادشي راه ما كاينش حتى في شي دولة، ما يمكنش السيدة كتبيع مواد البناء وتكون هي رئيسة قسم التعمير. هذا غلط من الأول، كيقول تخرج مال راه خرج من الخيمة ما يزيد. النقاط الأخرين اللي كنطلبو من الإخوان السياسيين الإخوان اللي في الإدارة باش يبقاو يتعاملوا شوية مع المواطن، لأن حنا في القرن 21 راه شي اللي كيوقع دابا راه حشومات.
إذن الإخوان شوية ديال التعامل شوية ديال، وكانت النقطة الأخيرة اللي كانت غتخطي المشكل وما يوقع حتى شي حاجة هي النقطة ديال الاعتذار. الاعتذار ما فيه الباس، السيدة غلطت وعفر شهر غلطت، ولكن بعض الإخوان الله يسامح اليوم اللي مشاو ما نعرف كيفاش كان النقل الآخر ديال الفيديو ما عرفناش كيفاش وقع، وتبقى تتهم الناس بالابتزاز، وكلمة ابتزاز تقدروا تقدموا دعوة جماعية ديال الهيئة وديال النقابة وداك الشيء ولحقوها في القرار، لأنها ما يمكنش باش تهز شي حد جا عندها طلب ابتزاز توريه لنا. وهذا راه حنا غادي نبقاو دائما متلائمين ندافعوا على المصالح ديال الإعلاميين وديال المجتمع المدني وديال الإخوان كلهم في النظام. وشكرا.